بمشاركة جماهيرية شعبية لافتة تعيشها مدينة تعز، جرى تدشين مهرجان القاهرة الفني والمسرحي الذي تبرز فيه المدينة متمسكة بالحياة رغم كل المنغصات التي تمر بها منذ نحو 5 سنوات. اليوم أجواء فرائحية يعيشها أبناء تعز، رسالة لجميع البلاد بأن تعز هي منبع الثقافة، منبع العلم. نشكر مكتب الثقافة لإقامة لهذه الاحتفالات رغم الحرب والحصار الذي نعيشه منذ 5 سنين. ها هنا نحن الآن في قلعة القاهرة نزرع ابتسامتنا للأطفال والنساء والشباب. وسط قلعة القاهرة واحتفالا بعيد الأضحى المبارك، يحيي مجموعة من فناني تعز الغنائيين والمسرحيين فعالية مهرجان القلعة الثاني والذي ينظمه مكتب الثقافة بالمحافظة، حيث يستمر لمدة 6 أيام خلال فترة العيد آخذين الطابع الشعبي والتراثي. ما زلنا مستمرين وسنستمر ل6 أيام محتشدة بالفن، بالثقافة، بالفن، بالإبداع، بالجوائز، بالمسابقات. طبعا هذه الفعالية وحدت كل الصفوف، الحمد لله الكل مستانس وفرحان بالعيد هذه، واتمنى المكتب الثقافة ان يفعلوا مثل ما هذه الفعاليات المهرجانات سواء بالعيد او غير ايام العيد. بهذه الوصلات الغنائية المتنوعة وفقرات العروض المسرحية الشيقة، أحيى الفنانون التظاهرة العيدية التي لاقت استحسان الحضور، كما قدمت شهادة حية عن طموح سكان المدينة للخروج من حالة الحرب والحصار التي يعيشونها. كانت هذه القلعة التاريخية واحدة من الأماكن التي حولتها الميليشيات الإنقلابية إلى موقع عسكري أثناء سيطرتها على تعز، وبعد تحريرها صارت وجهة لأبناء المدينة وواحدة من أهم المتنفسات التي تعج بالحاضرين للمشاركة في مختلف الفعاليات. حمزة أمين، قناة بلقيس، من قلعة القاهرة تعز.